بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبنكلمكم وبنقابلكم من مدينة العالمين الجديدة، ومعانا واحد من أجمد لعيبة خط الوسط اللي جت في تاريخ مصر، كابتن حسني عبد رب، ومنور الدنيا. أنت المنور يا إبراهيم. أخبارك إيه يا قيصر؟ سعيد اللي أنا معاك وفي مدينة بصراحة يعني حاجة مفخرة لينا كمصريين، وبتشرف اللي أنا موجود معاك، وبتشرف اللي أنا النهاردة في مدينة بصراحة يعني الواحد راح لف العالم وراح أماكن كتير جدا، انما لا مصر فيها حاجات كتير حلوه، ومصر لسه بتعمل وبتبهر العالم بحاجات جديده. بالنسبه لنا هتفضل مصر طول العمر بتعمل حاجه جديده للعالم كله. يا قيصر انت مشرفنا ومنورنا ومنور الدنيا حبيبي. قول لي اكتر حاجه لفتت نظرك في العالمين، يعني انت زي ما انت قلت انت لفيت لفه ورحت الخليج ورحت اوروبا ولفيت لفه محترمه جدا، ايه الحاجه اللي شفتها هنا حاسس ان ما فيهاش فرق انا حته في الدنيا بل وممكن تكون احسن كمان؟ الروح. أنا دايماً مصر الروح مختلفة عن أي مكان في العالم. كمان مدينة العالمين أنا بحس كمان اللي هي اتعملت بنظام جديد. أيوة. نظام الأبراج ونظام الفلل اللي موجودة ونظام المولات ونظام الفنادق معمول، لو حتى في مدينة رياضية كمان احنا كان لنا الشرف وجود سيادة الرئيس، وإن احنا كنا بنلعب مباراة كانت لسه قريبة. لا شفنا حاجات جميلة جدا يا إبراهيم، متقسمة بصراحة حاجات كتير جدا متقسمة صح. فمدينة العالمين أنا بقول لك يعني معمولة بأحدث الإمكانيات وبأحدث الرسومات اللي بتبهر بيها العالم، والمناظر اللي احنا شايفينها كلنا واحنا النهارده متواجدين معاك. فبصراحة بشكر الدولة المصرية اللي هي بتعمل لنا دايما الجديد بالنسبة للعالم. وأنا زي ما بقول لك مصر هي الروح، كفاية اللي انت بتبقى مبسوط وبتبقى بتشوف من جميع المجتمع موجود هنا. أيوة. يعني كل الناس مختلف الشرايح مختلف الطبقات، ان انت بس عشان الناس اللي معاها فلوس لا. أيوة. والله العظيم انا بشوف ناس ابسط المستويات بتقعد معاهم وبتشوفهم وبتقابلهم وبيتصوروا معاك، ناس بسطاء جدا جدا. هي دي الحلو في مصر، ان انت هنا الناس كلها مبسوطه والناس كلها بتتمشى والناس كلها جايه بتتعشى بتخرج بتقعد في كافيهات بتقعد في حاجات كتير جدا. فزي ما بقول لك الروح الحلوه بتاعت المصريين هي اللي بتحلي اي حاجه.